جبهات عدة فتحتها القوات العراقية ضد المتطرفين. القادة العسكريون يؤكدون تقدم وحداتهم في الفلوجة وشمال الرمادي بمحافظة الأنبار والشرقاط بمحافظة صلاح الدين وصولا للقيارة التي تعد مدخلا أساسيا للموصل. معارك الفلوجة حسمت بشكل فعلي بحسب قائد العمليات العسكرية الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي أكد أن قواته تلاحق ما تبقى من عناصر داعش خلف مستشفى المدينة. عمليات الأنبار أطلقت من جانبها حملة عسكرية لاستعادة مدن ومناطق صحراوية شمال الرمادي يستخدمها التنظيم في الهجوم على القوات العراقية. وتقدمت القوات الأمنية بدعم من طيران التحالف في منطقتي البوريشة وطوي. أما العمليات العسكرية شمال البلاد وحسب وزير الدفاع خالد العبيدي فتسير نحو القيارة بهدف استعادة القاعدة الجوية بالقيارة لشن عمليات ضد المتطرفين في محافظة نينوى. نحن الآن في الحافات الأمامية للقطاعات المتجحفلة والتي ستشارك في عملية تحرير القيارة إن شاء الله، وفي خط التماس وعلى مقربة قريبة جدا من العصابات الإرهابية لداعش. القوات انطلقت من شمال بيجي في اتجاه الشرقاط دون خوض معارك تذكر، وتقدمت نحو القيارة عبر طرق صحراوية موازية للطريق العام لتصل إلى مسافة تبعد 50 كيلومترا عن القاعدة الجوية، فيما بقيت وحدات عسكرية بمحيط الشرقاط. اقتحام القاعدة الجوية سيقرر انطلاقه القيادة العسكرية وسط أنباء تتحدث عن مشاركة أمريكية في المعارك البرية من خلال مستشاريها. جاسم محسن، العربية،